في اليوم 17 من الحرب في أوكرانيا نتابع معكم مشاهدينا الكرام أبرز التطورات الميدانية المتعلقة بالعمليات العسكرية هناك، حيث تتواصل المعارك في شمال غرب العاصمة كييف بين القوات الأوكرانية ونظيرتها الروسية التي تتمركز على بعد نحو 25 كيلومترا من مركز المدينة. نتجه جنوب العاصمة الأوكرانية كييف قليلا إذ قصفت القوات الروسية مرافق البنية التحتية العسكرية الأوكرانية بأسلحة بعيدة المدى وفق وزارة الدفاع الروسية، وإلى خاركييف حيث استهدفت القوات الروسية محطة زابوريجيا نووية ومخبرا بحسب الاستخبارات الأوكرانية. أما في دونياسك حيث أجرت الوحدات الانفصالية الموالية لموسكو دوريات في التجمعات السكنية التي تسيطر عليها هناك، وأخيرا في ماريوبول حيث المحاصرة من قبل روسيا، أكدت الخارجية الأوكرانية أن القوات الروسية قصفت فيها مسجدا لجأ إليه أكثر من 80 مدنيا. والآن نترككم مع أهم المقاطع المصورة من المدن التي شهدت تطورات ميدانية.